يعني استرجع معاكم بطوله دوري الابطال. احنا واقفين مش بس احنا في واقفين البطوله كلها، فلغايه فين ومين الفرص، الفرق اللي عندها فرص اقرب للتاهل عن مجموعاتها. خليني ابدا معاكم بجروب ايه او المجموعه الاولى، اللي الحقيقه يعني رجع او مش هقول جاي من بعيد، لكن ده الوضع الطبيعي. الوداد طبعا المغربي حامل اللقب، واحد من اقوى فرق القاره، اللي بيتصدر المجموعه بعد 4 مواجهات ب9 نقاط، يكفي بس فوز وحيد من المواجهتين المتبقيتين. بعد كده شبيبة القبائل الجزائري بيجي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، اتلتيكو او بيترو اتلتيكو الانجولي بيجي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفيتا كلوب الكونغولي بيجي في المركز الاخير. وهنا المنافسه اعتقد بين برضه الوضع مشابه لمجموعتنا لحد كبير، وان كان الوداد بتفوقه يمكن يكون اقرب للتاهل، يفصله فقط 3 نقاط من مواجهتين متبقيتين، وتبقى البطاقه الثانيه ما بين بيترو اتلتيكو وما بين شبيبه القبائل. مجموعتنا المجموعه بي، طبعا ماميلودي سان داونز بمكسبه الاخير قفز لصداره المجموعه برصيد 10 نقاط، الهلال في المركز الثاني 9 نقاط، والاهلي في المركز الثالث 4 نقاط. زي ما قلت لحضراتكم الاحتمالات، احتمالات الاهلي قائمه وبقوه، بشرط تحقيق العلامه الكامله في المباراتين المتبقيتين. يعني لو الاهلي فاز على القط وعلى الهلال يضمن او يبقى ليه فرصه كبيره جدا في التاهل، بشرط تعادل الهلال مع سان داونز او خساره الهلال من سان داونز. وعلى حسب نتيجه المباراه اذا انتهت بالتعادل او بالخساره يتحدد السكور المطلوب من النادي الاهلي، لكن المكسب في جميع الاحوال مطلوب. اي مكسب يكفيك في حاله فوز سان داونز على الهلال السوداني، اما في حاله التعادل فهتبقى مطالب بتحقيق مكسب بفارق هدفين على الاقل لضمان التاهل. طبعا القطن الكاميروني وان كان دي نقطه من الحاجات اللي بتخوفني انا شخصيا الحقيقه، ما عندوش اي امال في البطوله لانه 0 من النقاط، 4 ماتشات خسرهم، وبالتالي اعتقد هتولد عنده دافع تحسين الصوره وخصوصا امام عملاق افريقيا على ملعبه، وبالتالي متوقع شويه انه يبقى ماتش مش سهل زي ما احنا متوقعين. نروح لجروب سي، رجاء المغربي في الصداره 12 نقطه وحسم التاهل، يعني اللي قريب منه هو سيمبا التنزاني اللي استعاد التوازن بعد بدايه مهزوزه الى حد كبير جدا في مشوار دوري الابطال في دور المجموعات ب6 نقاط، هوراي كوناكري الغيني في المركز الثالث 4 نقاط، وفايبرز الاوغندي في المركز الاخير برصيد نقطه. وبرده تتبقى البطاقه الثانيه ما بين سيمبا التنزاني وهوراي كوناكري الغيني حسب طبعا المواجهتين المتبقيتين لكل فريق منهم. المجموعه الاخيره اسبيرانس او الترجي التونسي في الصداره برصيد 9 نقاط، شباب لوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، الزمالك المصري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ السوداني في المركز الاخير برصيد 4 نقاط. وكل الفرق في هذه المجموعه، وان كان طبعا الترجي صاحب افضليه، لكن كل الفرق في هذه المجموعه حتى اللحظه رقميا وحسابيا تملك حظوظها في التاهل. مشوار لسه طويل، لسه بدري قوي قوي عشان نتكلم على خروج النادي الاهلي. صحيح الموقف صعب، لكن الاهلي ما بيعرفش مستحيل، والاهم في الموضوع والقصه وما فيها انك تعمل اللي عليك وتكسب الماتشين اللي جايين، وبعد كده نشوف الدنيا هتروح بينا لفين.